عظم الله أجوركم بذكرى وفاة أبو طالب، وهنيئا لكم هذا الإحياء، إحياء وفاة سيد البطحاء مؤمن قريش السيد المظلوم أبي طالب الذي هو مظلوم من طائفة من المسلمين يقولون بكفر هذا السيد الطاهر النجيب، ولكن هناك أيضا ظلامة لهذا السيد الطاهر، وما أبرئ نفسي. كم مرة ذهبنا لمكة المكرمة وكم مرة زرنا هذا السيد الطاهر في مقبرة الحجون؟ فلنعاهد أنفسنا، وأبدأ بنفسي أولا، نوجه الكلام لنفسي، إذا توجهنا إلى مكة المكرمة وكانت هناك إمكانية لزيارة هذا السيد الطاهر أبو طالب وزيارة السيدة خديجة في مقبرة الحجون، فلا نتوانى يا إخوان. كذاب كذاب إعلام الأموية، كذاب كذاب إعلام الأموية، فأبو طالب للإسلام درع واق والضرغام، فأبو طالب للإسلام درع واق. كذاب كذاب إعلام الأموية، كذاب كذاب، فأبو طالب للإسلام درع واق والضرغام، مذ أتى مختارنا بشرعة الإسلام رسالة أتى بها تحقق الأحلام، ترفع رأس كل من يدعو إلى السلام مثل أبي طالب وسيد الإكرام. عمه كان له عونا وعالي الهام، يحميه من كفر العدا عبادة الأصنام، قد آمن بابن أخيه دعوة العلام، فصانها بنفسه ودمه المقدام. كذاب كذاب إعلام الأموية، هذا صوت الجعفرية، هذا صوت الجعفرية، بالروح بالدم نفدي المرجعية، بالروح بالدم. هذا صوت الجعفرية، هذا صوت الجعفرية، بالروح بالدم نفدي المرجعية، بالروح بالدم. إيش ما تريد المرجعية احنا لها طائعين، دمنا والأرواح نفدي مرجعيات الأمين، لو تقول على الدواعش نعلن الفتح المبين، نلبس كفان العقيدة وما نهاب المعتدين. ما تريد المرجعية احنا لها طائعين، دمنا والأرواح نفدي مرجعيات الأمين، لو تقول على الدواعش نعلن الفتح المبين، نلبس كفان العقيدة وما نهاب المعتدين. طفي نار الناصبية، طفي نار الناصبية، بالروح بالدم، بالروح بالدم. احنا يجنود الأئمة والمراجع العظام، لبي صوت السيد السستاني محبوب الكرام، يحفظ حدود المراقد من أيادي اللئام، صيحي على الشهادة احنا أنصار الإمام. احنا جنود الأئمة والمراجع العظام، لبي صوت السيد السستاني محبوب الكرام، يحفظ حدود المراقد من أيادي اللئام، صيحي على الشهادة احنا أنصار الإمام. والخزيل الناصبية، والخزيل الناصبية، بالروح بالدم، بالروح.
ربي من نخوض الحرب أول نتلو ذكر البسملة والحروب على النواصب حتى نجتث البلا واليريد يوصل الطف يا هلا ومية هلا نقلب الحرب جهنم لو قصد الكربلاء من نخوض الحرب أول نتلو ذكر البسملة والحرب على النواصب حتى تجتث البلا واليريد يوصل الطف يا هلا ومية هلا نقلب الحرب جهنم لو قصد الكربلاء خلى يجي الغادرية خلى يجي الغادرية بالروح بالدم نفدي المرجعية بالروح بالدم نفدي المرجعية يا زهرة ومأجور يا حدر علي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حدر علي مأجورة بالمصاب راح المحامي والولي 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 بالمصاب راح المحامي والولي صاب راح المحامي والولي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حدر علي مأجورة المصاب المحامي والولي أفلح من صلى على محمد وآل محمد.